Hey, young, kill this shit out. اللي شافكم في الخسران ما لازمش يعيشك تحمد قاعدين في الخسران احمد طير للشخص في الله يسرى عندي 3 سنين صغيرة علي 3 سنين وصغير ومريض. السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. وموضوعنا اليوم شوية حساس كيف كتعرفوا نايض هاد الايام واحد الضجة على واحد الحساب اللي هو حساب حمزة مومبيبي واللي كترأس هاد العصابة ولا هاد الشبكة واللي كتسير هاد الحساب ولا رئيسة الحساب هي الفنانة والمطربة دنيا باطمة. وكيف كتعرفوا يعني جوج مرات استدعات المركز الشرطة مراكش للتحقيق معها وكتخرج جوج مرات هي واختها بالكفالة. يعني مازال يعني كتشوفوا هاد الحساب دمر ناس بزاف خرج على عائلات بزاف وهدم بيوت بزاف ورئيسته ولا الموسيقى ديالو مازال يعني حرة طليقة. موضوعنا اليوم ماشي هو هذا. الموضوع ديالنا هو غدير واحد التقارب يعني ما بين واحد جوج دراري. خليكم مع القزار الاول. سلام فرعون مبقاش فرعون ولا قزار قزار جي قزار عادي لا قزار جات شرم مفتوح مقلي مش عادي مش عادي هنجا بوناني فهمت عاش العام بوناني هو دوش هون يقطع مهم بتسال جيل هاو شي لوغو ديان عاش ايه مهم يقطع دراج من عليك بوناني انا اقول لكم بوناني ولد طير للشخص في الله يسرى واللي عندكم مطياش ما يحن ويحرق الزغبة الأخرى اللي غير الله يسرى عيروني 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 شيء يضرب سوى راح نصارح ليه هانتوما كيف شتو اخوتي يعني خليوني في التعاليق شنو خص هذا الولد هذا واش خصو اعاده التربية ولا ما عندوش والديه ولا ما فهمنا والو. يعني هذا الشيء كيوقع في السوشيال ميديا اش من جيل المستقبل واش من الشباب واش من يعني هذا هو الجيل الصاعد. ولكن القصه الحقيقيه ديالنا هي ديال هذا الولد اللي هو من مكناس 18 سنة هو أيوب محفوظ. يعني بسبب تدوينه في فيسبوك ديالو على أغنية عاش الشعب يعني تلقى عليه القبض وتحكم 3 سنين بالحبس. جاو البوليس داوه مع 9:30 ولا 10 داوه للكوميسارية تما بقى 48 ساعة حتى درنا المحامية وقالت لنا ودي السبب ديالو راه مشدود على أغنية عاش الشعب. هانتوما الحوايج ديالو ها هما فين خلى عليا الدار خالية غير حوايجو بقاو حدايا هما اللي منسى بيهم قلبي وروحي عندي 3 سنين صعيبة عليا 3 سنين وصغير ومريض مكيقدرش يتخلى عليا دخل غي يدوش أنا كنقلب وكنبقى مقلبنا حدا الدوش تا يخرج كنخاف يسخف ولا شي حاجة. فلهذا كنجدو القلوب الرحيمة يعني وكنجدو السيد عبد اللطيف الحموشي وكنجدو سلطات امن مدينه مكناس باش يرفعوا يشوفوا من حال هذا الولد راه مستقبله مسكين غيضيع ما دار والو ولا دار شي حاجه يعني حسبوا غلط. بركه عليه هاد الايام اللي دوز يعني تكفيه ما 3 سنين راه بزاف عليه بزاف عليه والله بزاف عليه. راه كاينين ما كثار منو دايرين فضائح كبيره ومازالين
يعني حرين مطلوقين. فلهذا الله يجازيكم بخير، بارتاجيو معنا هذا الفيديو على هذا الولد ماشي على هذا راه خصو الحبس، ما هذا راه خصو يرجع لدارهم. اوكي خوتي خواتاتي، نطلب من الله تبارتاجيو معنا هذا باش يعني ترى ولات قضيه راي عام. هذا الولد ما دار بيديه ما دار برجليه، دار تدوينه يعني كاي واحد بلاد الحق والقانون، يعني حريه التعبير، عبر راي واحد تدوينه ما قال غلط. نطلب من الله تساندونا في البارتاج ديال هذا الفيديو حتى الموضوع ولا البلوك الجاي. السلام عليكم، تشوس.